عالم المعلومات، طريق المعرفة. طائر القبرة، البطل الرئيسي في القصص الشعبية والأساطير. برغم إن شكله هادي ومش غريب، طائر القبرة اللي اسمه جه نتيجة التاج أو الشعر الموجود فوق راسه، هنتعرف عليه بالتفصيل من خصائصه وقيمة غذائه، موسم التزاوج الخاص بيه، فتابعونا. القبرة أو قنب أو قنبرة متوجة أو القوبعة هو نوع من الطائر صغير الحجم، وأطلق عليه اسم القبرة أو القبعة نسبة للريش أو التاج من الريش الموجود فوق راسه، واللي كمان خلاه شكله مميز. طائر القبرة معروف جدا بأنغامه الهادية والعذبة، واللي بسببها ظهر في أعمال أدبية كتيرة وكمان في التراث والأساطير الشعبية في دول المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية. معروف كمان إنه بيرمز للفجر، لأنه دايما في الفجر بيغرد بنغمات هادية ومحببة للإنسان، ومعروف عنه إنه بيميل للغناء وهو طاير في السماء، وده اللي بيضيف ليه تميز بعكس العصافير اللي بتغرد وهي واقفة. دايما طيور القبرة بتبقى قريبة منا، وغالبا بتتودد لينا لو الإنسان عطاها حبوب، فهي بنسبة كبيرة مش بتخاف من الإنسان. بتفضل معظم طيور القبرة البقاء في أفريقيا أو روسيا لأن المناخ مناسب ليهم، بس في السنوات الأخيرة اتوجدت في مختلف القارات في مواسم الدفء، وطبعا مش بتبقى موجودة في القارة القطبية الجنوبية. بتحب طيور القبرة إنها تستقر بين الحشائش الرطبة والعالية، وبتتنقل منها للسهول والجبال والحقول القريبة من مصادر المية. هي طيور صغيرة الحجم بيتراوح طولها من 12 ل 24 سنتيمتر، أما طول أجنحتها بتكون من 33 ل 36 سنتيمتر، ووزنها من 15 ل 75 جرام. معظم أنحاء جسمها بيكون لونه بني، وأحيانا بيدخل فيه اللون الأبيض أو الأسود، وده بيديها حرية الحركة بين العشب عشان تتحرك بدون خطر. كمان عنده مخالب خلفية بيقدر يثبت بيها رجليها على الأرض، وبيبقى قادر على المشي مستقر فوق الأرض. بتتغذى جميع أنواع القبرة على بذور القمح والشوفان، وبيأكل الديدان والحشرات الصغيرة، ومن وقت للتاني بيأكل الحصى الصغير عشان تحسن عنده عملية الهضم. أما موسم التزاوج عند القبرة بيبدأ من نص فصل الربيع، ووقتها بتقوم طيور القبرة ببناء عشها فوق الأرض، وبعدين بتضع الأنثى من 3 إلى 5 بيضات، وبيتناوب الزوجين على احتضان البيض من 13 يوم لحد أسبوعين، وبعدها بتخرج الصغار للنور، وبيستمر الأبوين في رعاية أطفالهم من 10 لحد 21 يوم. خلال الفترة دي بيتعلموا الطير والاعتماد على نفسهم في البحث عن الأكل، وبعدها بينفصل الصغار عن الأبوين.